السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب المستوى الثالث بكلية العلاج الطبيعي، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. بأمر الله هنكمل محاضراتنا مع بعض. معاكم دعاء سعيد، أستاذ المناهج وتدريس الكيمياء المساعد بكلية التربية. بأمر الله النهاردة هناخد المحاضرة الـ13 in creative thinking. In the last session we define or we recognize about what is the meaning of creative thinking. اتعرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه كلمة creative thinking او التفكير الناقد. In this session you will recognize about the process of creative thinking. هنتعرف النهاردة على عملية creative thinking process او عملية التفكير الابداعي. Creative thinking process divided to 4 stage. In creative thinking process we have 4 stage. The first stage preparation stage او مرحلة التحضير. مرحلة التحضير عبارة عن ايه؟ The starting point in creative process، نقطة البداية عندنا في التفكير الابداعي، is the need of to thinking or bring out something is new, novel, unusual. Has this efforts has or this points or this results has which indicates the effort. يعني أنا لما باجي أبدأ عملية التفكير الإبداعي is this new to think or to bring out something is new. أنا علشان أعمل عملية تفكير إبداعي ببقى محتاجة أنتج شيء، الشيء دوت يكون محتاج تفكير أو أنتج شيء جديد محتاج مني بداية بذل الجهد. Not everyone experiences this need as one can be happy or contented in carrying out routine work. يعني ايه؟ مش كلنا، ليس كل الافراد بيجدوا صعوبة في اجراء المهام الروتينية او ملل في المهام الروتينية. في بعض الاشخاص بتكون سعيدة وبتمارس عملها في اجراء المهام الروتينية، وفي بعض الاشخاص لا، بتبقى محتاجة عمل غير الاعمال الروتينية، ان احنا نعمل something new something has novel، حاجة جديدة، حاجة مفتقرة بالنسبة لنا. The need for searching for new ideas and solutions arises from sensing questions, sensing problems and gaps in information. Again, when we define any problems, if we need to search for solution for this problem, or we need for searching for new resolution, new solution, new ideas in gaps in information, we can be creative. يعني ايه؟ لو احنا بنشتغل في اعمال روتينية خلاص، لو احنا ما بنشتغلش في اعمال روتينية وبنبحث عن معرفة جديدة، افكار جديدة، الافكار الجديدة دي بنبحث عليها ليه؟ searching for solve any problems، احنا بنبحث عنها عشان نحل مشكلة جديدة. or when we find it is a gap in information، لما نحس ان في فجوة في المعرفة اللي عندنا او في قصور في المعرفة اللي عندنا وعايزين نزيدها. لما بنبحث عن معرفة جديدة او بنبحث عن حل جديد ممكن نوصل للكرياتيفيتي الابداعية. The process of creative thinking begins with the preparation stage or preparation step. اول خطوة بتبتدي بيها عملية التفكير الابداعي هي مرحلة preparation stage او مرحلة التحضير. That require one to understand the task or problem in hand. اول حاجة بعملها علشان ابدأ مرحلة preparation stage require one to understand the problem, understand the task. اول حاجة اللي انا افهم المشكلة اللي انا هسعى لحلها او افهم المهمة اللي المفروض انفذها. The second point analyze the problem. يعني اول حاجة understand the problem، افهم المشكلة. تاني حاجة analyze the problem، يعني ابدأ اعمل تحليل للمشكلة. Number 3 become aware of the background, background facts and related information. يبقى اول حاجة هعملها understand the problem or understand the task. The second analyze the problems، اول حاجة هفهم المهمة، تاني حاجة هبدأ اعمل تحليل للمهمة او المشكلة. The third become aware of the background facts and related information، اكون على دراية او مدرك للحقائق وثيقة الصلة او الاساسية او المعلومات وثيقة الصلة او المرتبطة بالمشكلة. يبقى انا هعرف المشكلة، هحاول افهمها، هبدأ احلل المشكلة بتاعتي، هبدأ اجمع الافكار،
او الاحداث او المعلومات وثيقه الصله بالمشكله بتاعتي. This process of the process of creative thinking involves curiosity and exciting excitement of to think more and more in different way in different direction. يعني انا لما ببدا افكر بطريقه ابداعيه ده بيلفت انتباهي او بيجذبني او بيعمل لي اثاره او فضول ان انا افكر in problems in different direction، ان انا بفكر في المشكلة من جميع الاتجاهات. زي ما درسنا قبل كده ان انا عشان اوصل لمرحلة الابداع لازم لما اجي ادرس اي بوينت اي نقطة انا هدرسها او البروبلم وي شود ثينك ان اول ديفرنت ويز اول ديفرنت دايركشن اند اناليكس، لازم افكر بكل الزوايا بكل الطرق بكل الاتجاهات اللي مرتبطة بالمشكلة بتاعتي. دي كانت first stage معانا preparation stage. The second stage incubation stage أو مرحلة الاحتضان. What is the meaning of incubation stage؟ Coming back to the process when the person is trying to generate new idea, alternative idea and trying to view the problem or task from unusual way, unusual perspective. There may be feeling of getting stuck. One may even get disgusted with feeling. يعني ايه الكلام ده؟ انا لما ببدا افكر بطريقه ابداعيه، يعني ايه بفكر في طريقه ابداعيه؟ when the person is trying to generate alternative idea، لما بحاول اولد او افكر في افكار بديله for situation or for problem trying to view the problem or task from unusual direction unusual perspective، لما بحاول افكر في المشكلة بتاعتي او في المهمة بطرق غير معتادة. بكده لما بحاول افكر في طرق غير معتادة we may be feeling a stuck may be feeling of getting stuck، بحس ان انا زي كأني في صدمة في مشكلة بتواجهني لما بفكر، ربما الصدمة يتبعها بعض المشاعر المرتبطة بالفيلور اللي انا احس بالفشل او الاخفاق. or maybe leave the problem، احيانا بعضنا لما بيلاقي المشكلة صعبة ومش قادرة اوصل لها لحل غير معتاد ممكن اتجنب المشكلة او اغادر المشكلة او اهرب من مواجهة البروبلم or task for some times، بترك المشكلة لبعض الوقت او المهمة بتاعتي لبعض الوقت. In this stage, the stage incubation اللي هي مرحلة الاحتضان research shows that creative idea may not occur immediately during incubation. مش لازم الأفكار الإبداعية الأفكار غير المعتادة تحصل في incubation stage في مرحلة الاحتضان. But seeking relaxation from efforts they may occur when a person is doing something else. For example, going to bedroom, going to sleep. يعني ايه؟ يعني مش لازم الفكرة الابداعية تجيلي وانا بتابع المشكلة او بناقش المشكلة. ربما بعد ما غادرت المشكلة بعد ما تركت المشكلة الاقي الحل بدأ يجيلي. يجيلي مثلا وانا داخل انام. يجيلي وانا لسه مستيقظة من النوم. يجيلي وانا سرحانة او بفكر في المهمة دي بعيد عن الستريس الخاص بالمشكلة او موقف المشكلة الواعي. ممكن يجيلي في مرحلة اللاوعي. بكده تعرفنا the first stage preparation stage the second stage incubation stage the third stage illumination stage. يعني ايه illumination stage؟ وهي مرحلة الاثارة. يعني ايه مرحلة الاثارة؟ followed by incubation stage، بمجرد ان انا بخلص او بنتهي من incubation stage او مرحلة الاحتضان اللي بيتم فيها احتضان الفكرة is the stage of implementation، بتيجي معايا مرحلة الإثارة. ايه هي مرحلة الإثارة؟ the oh I have found it، لما مرة واحدة اقول وجدتها عرفتها الفكرة المفاجأة ليا دي هي دي مرحلة الإلمينيشن stage. so followed by the incubation stage is the stage of implementation. the oh I have found it I have found the idea، اللي انا مرة واحدة بقول وجدتها عرفت الحل عرفت الطريقة. experiences the moment we normally
associated with emergence of creative idea. في اللحظة دي بنبدأ نوصل أو بيبدأ يظهر معانا الأفكار الإبداعية. There usually is the feeling excitement. دايما بتيجي الأفكار الإبداعية بشكل إثارة أو دهشة أو even satisfaction الرضا، إن أنا أكون راضي عن نفسي أو راضي عن الفكرة اللي أنا وصلت لها. Of having found a creative idea. يبقى the third stage implementation stage بتيجي إمتى؟ after or followed by followed the incubation stage، بتيجي مباشرة بعد incubation stage أو مرحلة الاحتضان اللي بيحصل فيها we can found the creative idea when we find we feel with excitement we feeling satisfaction we can say oh I found it. The third stage of the creative person creative thinking the stage of verification. Verification meaning التحقق. يعني ايه التحقق؟ انا خلاص وصلت للفكرة، بحاول ان انا اعمل لها investigation، ان انا بعمل لها بحث، ان انا بعمل لها تحقق، يعني بشوف مدى دقة الايديا بتاعتي preparation بتاعتها preparedness of idea or solution artist، يعني بشوف مدى ملائمة الحل بتاعي او الفكرة بتاعتي ملائمة للمشكلة بتاعتي ولا لا. بكده احنا درسنا the creative thinking process، عملية التفكير الإبداعي، وتعرفنا على the fourth stage in creative process. When we want to developing the creative thinking what can we do؟ لو احنا عايزين نطور التفكير الإبداعي عندنا، احنا اتفقنا معظمنا او كلنا او الكثير من الاشخاص ممكن يوصلوا معانا لحد الابداع في التفكير. طب انا اعمل ايه علشان اكون شخص مبدع؟ وايه الحاجات اللي هتساعدني وايه الحاجات اللي هتعيقني؟ For developing the creative problem solving or creative thinking in general the first step in developing creative thinking is to identify factors that embed creative expression. يعني ايه؟ انا لو انا عايزة انمي مهارة الابداع عندي او لما اكون شخص مفكر مبدع، لازم اتعرف ايه هي الفاكتورز، ايه هي العوامل embedded creative expression اللي بتعيق او بتحيد من التفكير الابداعي، ايه اللي بيمنعني ان انا اكون مبدع. انا عشان اكون مبدع هتعرف ايه اللي بيساعدني علشان ابقى مبدع وايه اللي بيمنعني علشان اكون مبدع. هبدأ كلامي مع حضراتكم ايه هي العوائق أو البريز of creative thinking، إيه عوائق التفكير الإبداعي. طب ليه بنبتدي بالعوائق وإحنا عايزين نعمل development، إحنا عايزين نعمل تطور علشان أتجنب بعد كده العوائق دي علشان أقدر أوصل للcreative ideas. There are four categories in barriers of creative thinking. عندنا أربع فئات للعوائق اللي بتعوقني علشان انفذ الكرياتيف ثينكينج كرياتيف ايدياز، عشان انفذ التفكير الابداعي او الافكار الابداعيه. such as habitual perceptual modification emotional and cultural. number 1 الهابتوال. يعني ايه هابتوال بلوكس؟ هابتوال باريرز يعني العوائق او المعيقات اللي مرتبطة بالعادات. يعني ايه؟ يعني انا اعتدت الاعمال الروتينية، اعتدت الافكار المألوفة، اعتدت ان انا افكر ان روتينز في شكل روتيني. طول ما انا بتبع الروتين في تفكيري، يعني بفكر بطريقة روتينية، بفكر في الافكار المعروفة، كده هدمني على طول افكاري يوجوال. To do something unusual we should thinking in different ways. In unusual ways ان انا افكر بطريقة non routines غير روتينية غير معتادة. Although much habitual learning is necessary for professional function within the daily routines، يعني التعلم الروتيني مهم في بعض الاحداث اللي بنمر بيها في المواقف الروتينية اللي معانا. The tendency to be overpowered by habits particularly in one's way to think or one's ways of thinking can be detrimental to creative expression.
انا علشان اميل لافكار ابداعيه، احداث اللي انا احدد افكار ابداعيه، تعبير ابداعي، لازم الى حد ما التفكير بتاعي ما يكونش روتيني، يعني اغير من عاداتي بشكل جزئي. We become so used to thinking and perceiving things in familiar ways that it becomes difficult to think in novel ideas, novel ways. يعني ايه؟ لو انا اتبعت في تفكيري او في الفهم بتاعي او في تفكيري للاشياء familiar ways، الطرق المألوفة بالنسبة لي، it is difficult to become to think in novel ideas. لو دايما اتبعت طرق التفكير التقليدية، طرق التفكير المعتادة، هيكون من الصعب عليا ان انا اوصل للنوفل ايديا. انا لو عايزة اوصل للنوفل ايديا، so I should or I would think in unusual way, on non-routine ways. انا عشان اوصل للطريقة الابداعية او الفكرة الابداعية، يبقى انا كمان هفكر بطريقة غير ابداعية. طيب the second blocks or barriers, the perceptual barriers, perceptual blocks. What is the meaning? Perceptual blocks prevent us from being open to novel and original idea. لما يكون عندي عوائق مفاهيمية مرتبطة بالاستيعاب والفهم، ممكن تعيقني ان انا انتج او اكون open minded or open to novel and original idea. لما افكر بطريقة روتينية واحكم تفكيري، بيعقني إذا أنا أوصل للأفكار الجديدة، أنفتح للأفكار النوفل الأصيلة. The third blocks معانا motivation and emotional blocks. Also interfere with the creative thinking, which show that creative thinking is not merely a cognitive process. Lack of motivation. التفكير الإبداعي ليس فقط عملية معرفية. Lack of motivation, fear of failure, fear of being different, also may hinder creative thinking. يعني ايه؟ التفكير الابداعي بالاضافة انه cognitive process is something motivation. يعني ايه؟ مش بس التفكير الابداعي مرتبط بالعمليات المعرفية، اللي انا يكون عندي flexibility، يكون عندي fluency، يكون عندي originality، يكون عندي مرونة، طلاقة، اصالة. لا، مرتبط بالدافعية. يعني ايه مرتبط بالدافعية؟ يعني يكون عندي دافعية for novel ideas، يكون عندي دافعية لان افكر في الافكار الجديدة، ما يكونش عندي fear for failure، ما يكونش عندي خوف من الفشل، fear of different، خوف من الاختلاف. يعني انا خايفة ان انا افكر بالطريقة دي فاكون مختلفة عن الاخرين، فكرة الاختلاف عن الاخرين والاخرين هيتقبلوا الفكرة الجديدة ولا لا، خوفي ده الموتيفيشن بتاعي، ان انا ما عنديش موتيفيشن، ما عنديش دافعيه للكرييتيف ايديا، للافكار الابداعيه، هيعمل معايا ايه؟ ميبي هامبر كرييتيف اكسبريشن، هامبر كرييتيف ايديا، هيحجم معايا او هيعيق معايا الافكار الابداعيه او التعبير او التفكير الابداعي. ذا فاينالي كالتشر باريرز. كالتشرال باريرز ار ريليتد تو اكستنسيف اكسسيف traditional. يعني ايه؟ الثقافة بتاعتنا او التفكير بتاعنا بيميل للحاجات التقليدية. طول ما انا بفكر دايما في traditional ideas، في الافكار التقليدية، I don't find any novel idea. طول ما انا محجمة نفسي في الحاجات التقليدية، مش هقدر اوصل من خلالها للتفكير الابداعي. بكده النهاردة تعرفنا على process of creative thinking، عملية التفكير الإبداعي، and we recognize about how can we developing creative thinking. اتعرفنا على barriers of creative thinking or blocks of creative thinking، اللي هي معوقات التفكير الإبداعي. بأمر الله in the last session we will recognize about strategy for creative thinking، استراتيجيات التفكير الإبداعي. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.